السلام عليكم. اليوم نروح لمدينة وهران حيث نعرفكم بهذا المشروع تاع 300 فيلا البافيون، يعني اللي رغم انه يعني الحقيقة طول الاشغال، طولت فيه شوية، لكن يعني نمط يعني المستعمل في هذا المشروع هذا نمط رائع جدا، وحب هذا لو يعني المطورين العقاريين في الجزائر مع اتفاق مع السلطات المعنية ب يعني المضي في هذه المشاريع نتاع السكن يعني الأفقي، يعني الحقيقة إن هو يطلب مزيد من الأراضي، أكثر مساحة على الأرض، لكن لابد أن يعني ننطلق في هذه المشاريع يعني خارج المدن الكبرى، ما نروحش الوسط المدن، نروح في لي زون بيريفيريك وين كاين مساحات ممكن ننجز هذا النوع من التجمعات السكنية. ان شاء الله ان شاء الله الدولة يعني تاخذ بين الاعتبار هذه الاقتراحات، لان يعني ناكد عليها واكدوا عليها شحال من واحد، من شان الاول اللي تكلمت على هذا الشيء، وحتى المنطق ياكد عليها بدون ما ندخل في الاخر. ان شاء الله ان شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.